هذه مبادرة رائدة على صعيد أكاديمية جهاد طنجة تطوان، حيث يتم تتويج تلاميذ وتلميذات متميزين في مباراة جهوية لاختيار أحسن شريط وثائقي حول المهن. بطبيعة الحال الرؤية من طرف تلاميذ لمهني مستقبل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، وكانت فرصة سجلنا فيها تقدم كبير بالنسبة للسنة الماضية، وأعطتنا يعني شجعتنا على اتخاذ مبادرة ستقوي وتؤسس لهذه التجربة، ألا وهي جعل هذه المنافسات تكون في جميع المؤسسات الإعدادية والثانوية على صعيد الجهة في أفق إن شاء الله تكون منافسة وطنية، وأن نخصص جائزة حول منظور تلاميذ لمستقبل مهن التربية والتعليم من جهة، وجانب ثاني الانفتاح على كل المهن الأخرى والانفتاح على المقاولات وعلى سوق الشغل. جد فرحان بالتتويج، والتتويج هو ماشي كما قلت الاخوان قبيله، هو التتويج لينا كاملين. حنا دائما حنا تنخدموا في واحد الحقل ديال التربيه، كنبقى دائما انا مربي وهاوي لفن الصوره. هاد فن الصوره الان اصبحت مهمه جدا في تمرير المعرفه، تمرير الميساج للتلميذ، وشنقول لك التربيه والتوجيه. اذا فبالتالي شنو دونك من نرجعوا دابا الان هذا الموضوع ديال المهن، موضوع المهن اللي هو شراكه ديال وزاره كاع التربيه او المنظومه التربيه مع ديال التكوين، هو دورنا حتى حنا كاساتذه. انا دابا نقول لك انا استاذ ديال الرياضيات ديال العلوم، عندي تلاميذ كيشد البكالوريا كيكون تالف، بكل صراحه كيكون تالف. اذا الا كان هذا التوجيه هذا كان توجيه دروس هذا، راه غادي يوجه هاد التلاميذ اللي كيبقاو تالفين بكالوريا، يا اما هو دابا في عقلو يا طبيب يا مهندس، وطبيب مهندس راه سلاوي، راه بقاو مهن اخرى اللي هي بالعلم وبهذا وممكن يوصل للهدف ديالو حتى المعيشي والاقتصادي، يكون يوصل ليه بواحد الشكل ذكي بلو مينيموم، راه ممكن. كاين الناس دابا دخلوا في مسائل اخرى، دابا هادشي تغير. فقلت لك هذا دورنا حنا شنو في النادي، غادي نرجع لك انا النادي. النادي هو الاشتغال كيشتغل على الصوره، على فن الصوره، والميساج اللي كتديرها او التواصل بالصوره، اللي هي اصبحت ميساج سريع وفعال. صافي بغينا ولا كرهنا الان الصوره دابا الان في البيوت، في هذه والدري في البورتابل البايباد، هذه راه مهوس الصوره. إذا بغيتي تتواصل معاه هو لا بهذه اللغة ديال الصورة، ولغة الصورة وحاولنا دابا شنو ندخلوا في التايا في الاستيك ديالها الجمالية وكذا، باش عاوتاني نشدوا عندي أنا ذاك الساعة نمرر اللي بغيت، ولكن كنمرر المسائل اللي هي معقولة وتربوية فقط، هذا هو مجمل الأمور. نفتح بالبركة إعدادية عبد الكريم الخطابي ديال العرائش. بالنسبة لهذه المسابقة اللي دازت ديال المهن والحرف منظمة من طرف الأكاديمية، كانت مبادرة حسنة، خاصة كتفتح المجال قدام التلاميذ للتعبير عن رغبتهم في المهن، خاصة ونحن مقبلون على عملية التوجيه، وكنعرفوا أن جوج التلاميذ عندهم تقريبا ضبابية حول المهن والحرف، في إطار أنه الوقت اللي كيدوز الإنسان البكالوريا ديالو في حرفة من الحرف تيكون رابح جوج ديال الحاجات، الأولى ديبلوم شهادة البكالوريا زائد حرفة اللي كتخول له باش يدخل المجال ديال المقاولات. وفي إطار المقاولات من خلال الشريط اللي درنا حاولنا نبلغ الرسالة للتلاميذ من التلميذ وإلى التلميذ عبر هذا الشريط. خرجنا لبعض المقاولات الناجحة، درنا معهم لقاءات، وهاد أصحاب أو أرباب هاد المقاولات هما خريجي المعاهد العليا، بحيث درسوا في المعاهد وكيعطيو صورة للتلاميذ المقبلين واللي جايين في المرحلة الدراسية الأخرى ديالهم على اجتياز البكالوريا، ما كتكونش عندهم وما كيعطيوش واحد الصورة ديالنا أن الآفاق مسدودة، لا بالعكس. فكاين المقاولة الحرة كأمثلة اللي دوزنا هنا في الشريط، تتلقى التلميذ يكون درس في المقاولة في المعهد العالي، ومن بعد تفتح على عالم المقاولة اللي هي مقاولة رابحة، بحيث الاخر اللي يجي في الطريق كيكون عنده صورة كيما تيبقاش عنده أن الآمال مغلوقة، لا بالعكس. فالمقاولة الحرة كتسمح له باش يدخل عالم الشغل،
وعالم شغل هو عالم مربح من خلال داكشي اللي درس يمكن يطبقه في السوق الحرة. التجربة ديالي كانت واحد أول تجربة بالنسبة لي و سامثي بوكو بليزير أن وزارة التربية الوطنية أنها قامت بهذا المجهود الكبير وخصوصا أنها فتحت المجال للتلاميذ والأساتذة أنهم يشاركوا ويقدموا المجهودات الفنية بلوح المجهودات كبيرة باش يقدموا شي منتوج فني. بالنسبة للتتويج كمرتبة ثالثة هذا شرف كبير لي لأنني ديت المرتبة الثالثة وأنها أنهم كانت بطبيعة الحال أنها كانت واحد المجهود كبير بدلوه للمشاركين ولا الجوري اللي كانت حاضرة واللي صنفت من بين كنظن 11 فيلم صنفت ثلاثة واخترت بينها. بالنسبة للأفلام كانوا زعما الصراحة كانوا في المستوى وكل عام كيبان المستوى اللي كيتبدل لا من طرف الأساسي لا من طرف التلاميذ وكيحاولوا زعما أنهم يقدموا كل شيء اللي عندهم وكيبدلوا مجهودات كبيرة.